بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فأرحب بكم مشاهدين الكرام أجمل الترحيب في بداية هذه الحلقة من برنامج ناشئ في رحاب القرآن. ضيفنا وحافظنا في هذه الحلقة من أوزبكستان، عبد الله غيرت من أوزبكستان. عبد الله، أرحب بك في بداية اللقاء. عبد الله، كم عمرك؟ 16 سنة. ومتى بدأت تحفظ القرآن يا عبد الله؟ قبل أربع سنوات. وكم استغرق معك حفظ القرآن؟ أربع سنوات بالضبط. يعني أنت الآن انتهيت من حفظ القرآن؟ لا، ثالث سنة انتهيت يعني. طيب، أنا أستخدم معك عربية بسيطة. أي سنة بدأت تحفظ القرآن؟ قبل كم؟ قبل أربع سنوات. وبعد كم انتهيت من الحفظ؟ ثلاث سنوات. يعني أنت الآن قبل سنة انتهيت من حفظ القرآن كاملا؟ نعم. ما شاء الله. عبد الله، أنت ولدت في أوزبكستان؟ نعم، ولدت. تجولت في دول عربية أم أتيت إلى الإمارات مباشرة؟ لا، إلى الإمارات مباشرة. طيب، اللغة العربية أين تعلمتها؟ هنا في المدرسة وفي المركز. نعم. من أقرانك؟ نعم، من شباب، من أصدقاء. طيب، تعلمت العربية أولا أم بدأت تحفظ أولا؟ بدأت أحفظ، و في مرحلة الحفظ كنت أتعامل مع شباب وأتعلم عربي شوي شوي. نعم، إن شاء الله. عبد الله، أنت تحفظ بالحرف العربي أم تحفظ بالحرف الإنجليزي؟ لا، حرف العربي. طيب، أخذت دورة في يعني في الحروف، في يعني الألف باء، القاعدة النورانية، القاعدة البغدادية، كيف تعلمت تقرأ مباشرة؟ لا، قبل في أوزبكستان كنت أعلم قليل، لكن يوم جيتني علموني مشايخ الله يحفظهم. علموك يعني الحروف ألف باء؟ أخذت قاعدة بغدادية نورانية أم تعلمت بالحروف مباشرة؟ لا، تعلمت بالحروف مباشرة. مباشرة. نعم. طيب، عبد الله، في أي وقت كنت تحفظ القرآن؟ من الصبح حتى الظهر، والراحة حتى من الظهر حتى العصر، وبعد العصر حتى العشاء. في دورة مكثفة؟ نعم. يعني ما يشق عليك هذا الوقت الطويل كله الحفظ؟ لا، في البداية كان صعب قليل، لكن نعم، بعدين تعودنا. إن شاء الله. أحد من العائلة يحفظ القرآن؟ لا، أنا بس أول واحد. نعم، أكيد العائلة فرحت بحفظك القرآن. نعم، فرحوا. سووا لك احتفال؟ أيوة. نعم. في البيت، في المركز، وين؟ في البيت. من كان عبد الله أشد الناس فرحا بحفظك؟ الوالد. الوالد. نعم، إن شاء الله. من كان يتابعك بشكل يومي؟ الوالدة. الوالدة. نعم، كان. الوالدة هي اللي تعبت، والوالدة اللي فرحت. نعم. طيب، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيهما يا عبد الله. عبد الله، تسمعنا شيء من التلاوة؟ نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. جزاك الله خير. عبد الله، اللي يسمعك ما يعرف أنك من أوزبكستان، إن شاء الله القواعد عندك طيبة والمخارج عندك ممتازة، الحرف العربي عندك تلفظه بشكل صحيح. عبد الله، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وفي والديك وفي كل من ساهم في تحفيظك لكتاب الله عز وجل. مشاهدينا الكرام، نلتقي مع المزيد من حفاظ كتاب الله عز وجل في حلقات قادمة. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.